صباح الخير، صباح منور وملون بلون قلوبكم الصافية. صباح حلقة جديدة من برنامج نص الدنيا مع نانسي شين، والنهاردة هنتكلم عن حاجة كلنا بنحبها، وهي ازاي نهتم ببشرتنا وبجلدنا وبكل حاجة حلوة للستات بيحبوها ويحبوا يغيروا في شكلهم، وهي دي أكتر حاجة بتبسطنا كستات. والنهاردة معانا الدكتورة صفا. أهلا بيكي يا دكتور. اهلا بيكي يا نانسي. ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله دكتوره كويسه. صفا، انتي دكتوره جلديه وليزر جميل، وتجميل، صح؟ مظبوط. اهلا بيكي. اهلا بيكي يا نانسي، اهلا، منورانا. حبيبتي. انا اللي مبسوطه جدا اني معاكم النهارده. ميرسي خالص يا دكتور، ميرسي ليكي. دلوقتي انا عايزه اتكلم معاكي في موضوع مهم قوي شغلني انا شخصيا، الا وهو البوتوكس. البوتوكس ده علاج ولا تجميل؟ بصي، مبدئيا كده خلينا نعرف ايه هو البوتوكس اصلا وايه استخداماته. تمام. البوتوكس دي ماده بنستخدمها علشان تعمل ريلاكسيشن للعضله، تعمل ارتخاء العضل. اوكي. اللي بيحصل ان احنا بتبتدي تظهر تجاعيد على وشنا. التجاعيد دي نوعين، يا اما تجاعيد حركيه يعني مع الحركه وانا بتحك تطلع لي هنا خطوط وانا بكشر لما برفع حواجبي، دي اسمها تجاعيد حركيه بتظهر مع الحركه. دي الحل الامثل ليها هو البوتوكس، لان البوتوكس بيشتغل على العضله اللي حصل لها اوفر اكشن، العضله الاكشن بتاعها بقى قوي قوي فعملت الايه الخطوط اللي ظهرت على الوش. فالبوتوكس بيعمل لها ريلاكسيشن، يرخي العضله شويه فالخطوط دي تبتدي تختفي. بس المشكله ان في ناس ما بتعالجش الموضوع بدري، يعني بتستنى لحد ما الخطوط دي تتحول لخطوط ثابته. كنت لسه هسالك، هو ليه سن؟ البوتوكس ملوش سن. وانس ان ظهرت الخطوط دي، يعني في بنات في العشرينات دلوقتي مع السوشيال ميديا والموبايلز كتير والالترا فايرت ريز والحاجات دي كلها بتزود الخطوط عندنا في جلدنا، الخطوط الدقيقه دي. تمام. أوكي. الناس برضو اللي بتستخدم ميك اب بتنام بيه، يعني في عادات غلط احنا بنعملها بتخلي الفاين لاينز دي تظهر عندنا بدري. طيب الفاين لاينز والحاجات دي، بما اننا حضرتك بتقولي ان هي ملهاش سن، يعني احنا نقدر كده نعتبر ان البوتوكس علاج مش تجميل؟ مش علاج ومش تجميل، هو بيحسن الموضوع مؤقت. يعني هو أوكي. يعني هو بتبقى سيشن مدتها 10 دقائق مثلا، ربع ساعه بنحقن ونعمل ريلاكسيشن للعضله، بس مش بيرمننت. يعني الريلاكسيشن ده مش بيبقى دائم، بيقعد مدته بيقعد من 4 لـ6 شهور على حسب الاكشن بتاع العضله. يعني لو حد بيكشر كتير، بيزعق، بيضحك كتير، الاكشن بتاعه قوي فبيروح منه اسرع من ناس تانية. يعني كده البوتوكس مش للستات فقط؟ يعني لا، مش للستات البوتوكس، والبوتوكس مش لل مش مش بس للتجاعيد دي بس، البوتوكس كمان للناس اللي عندهم جامي سمايل، الناس اللي بتضحك اللي لسه بتبان، الناس اللي عندهم تعرق زياده في ايديهم، الاندر اي. يعني هو مش للقوره فقط؟ لا لا لا، هو زي ما بقول لك، هو بيعمل ريلاكسيشن للعضل، العضله اللي فيها اوفر اكشن في اي مكان بقى، حوالين عينيكي، هنا في الجبهه، الجامي سمايل بتاعتك، الغدد العرقيه اللي بتطلع عرق كتير، كل ده هو بيعمل ريلاكسيشن للعضله فبيحل المشكله. بس الحل بيبقى مؤقت من 4 لـ6 شهور وبيرجع تاني خلاص. حتى لو ابتدينا في علاجه بدري مثلا في سن مبكر، برضو مش هيفرق مع لا كبر السن؟ لا، هو كل ما بنبتدي بدري كل ما بيكون افضل، لان التجاعيد ما بتكونش كترت. أوكي. يعني الخطوط ما بتبقاش ثبتت على الجلد، فهي لما بتبقى التجاعيد ثابته البوتوكس هيحلها بنسبه 70% بس، وهنحتاج معاها كمان حاجات تانية. تمام. طب ايه الفرق ما بين البوتوكس والفيلر؟ تمام. البوتوكس احنا قلنا بقى البوتوكس هنعمل ايه. الفيلر الناس واخده يعني معلومه خاطئه عنه ان انا هنفخ فيلر. يعني هنفخ؟ لا، الفيلر مش هنفخ. انت عارفه ان انا الفيلر ممكن اعمل بيه سليمنج للفيس، يعني ممكن واحده وشها مليان ممكن اعمل فيلر ببوينتس معينه بحقنها ارفع وشها يخسس يعني يرفع الوش. yeah. الفيلر دي ماده الهيليورونيك اسيد. الهيليورونيك اسيد دي بتمتص ميه، تمام، فبتدي ترطيب للجلد وبتعمل فيلنج، يعني تملى المكان ده او تعمل ليفتنج ترفعه. أوكي. يعني انا ممكن اعمل بيه تشيكس، اعمل ليفتنج او اعمل كونتورنج للتشيكس، ممكن اعمل بيه لبس، ممكن اعمل بيه التجويف اللي تحت العين، الناس اللي بيبقوا بيفقدوا دهون وبينزل تحت عينيهم، ممكن اعمل بيه الديفينيشن للجو لاين اللي هنا. أوكي. ممكن اعمل بيه حاجات كتير قوي، مش ان انا انفخ، لا، اعمل ليفتنج او كونتورنج او اظبط بيه الشيب بتاع الوش، لكن مش نفخ. لا، ده طلع مختلف خالص عن فكره تمام. الناس. طب الفيلر برضو هو اللي بيعمل نضاره، صح؟ نفس بيعمل نضاره لانه بيمتص ميه فبيرطب الجلد، فكل الجلد ما كان فيه ميه اكتر كل ما كان فيه نضاره اكتر. طب حلو جدا. ان احنا دلوقتي كل الناس بتسعى ان هي تبقى وشها شكله صحي اكتر وكده.
والفيلر طيب. كمان في منه نوعين، يعني في فيلر في نوع منه للنضاره بس، مش أوكي. حتى انه يملى ميه ويدي فوليوم، لا ده بيدي بس نضاره، بتبقى اسمها ابر النضاره، ده نوع تاني وما بينفخش وما خالص، لا بيعملش خالص اي خالص، حاجه، ده بس للنضاره. ده بس طب ده هايل جدا، يعني احنا دلوقتي غيرنا فكرتنا خالص ايوه عن الفيلر صراحه، يعني انا كنت متخيله ان الفيلر ده شيء. طب برضو هل ليه سن؟ ملوش سن برضو معين، لان زي ما بقولك هو انا بصلح بيه حاجه، يعني واحده مثلا ممكن تبقى بنوته صغيره بس عندها اسيمتري في شفايفها، يعني شفايفها مش شبه بعض، حد فقد وزن كتير قوي فخدوده ووشه ابتدى يقع، فهو الفكره انه انا بصلح بيه مشكله، او واحده بس عندها مناسبه وعايزه تاخد ابره نضاره تدي نضاره لوشها، تمام، فهو لا ملوش سن معين برضو. ملوش سن لا معين. لا طيب هل مثلا الفيلر او البوتوكس بيعالجوا حب الشباب، او ليهم علاقه بحب الشباب مثلا، لا او خالص، اثار حب الشباب؟ لا لا خالص، طب ده اثار حب موضوع الشباب مختلف. تروح ازاي؟ بصي مبدئيا الاول لازم نعرف حب الشباب ده بيتكون ازاي. حب الشباب زي من اسمه، حب شباب بيجي دايما في فتره الشباب، تمام، بيظهر اكتر في اماكن معينه زي مثلا الوش، الصدر، الكتاف، الظهر. احنا معانا صور كمان تقريبا دلوقتي الكيسز. ده حب شباب ولا ده ايه؟ ده حب شباب، وفي اثار حب شباب كمان بقع، يعني في حبوب لسه اكتف وفي حبوب راحت وسايبه مكانها بقع. تمام. الفكره يا نانسي انه البنات اول ما بيطلع لهم، او الاولاد في فتره الشباب اول ما بتظهر الحبوب على وشهم بتبقى مضايقاهم، فبيبتدوا يلعبوا فيها بالظبط. ويبقوا عايزين يفتحوا الحبايه عشان يتخلصوا منها. إيه الصوره دي؟ ايه دي عملنا توريد للشفايف بالفيلر. بصي الحجم ما كبرش، بس بصي عطى نضاره واللون اتغير، لان تمام. زي ما قلت لك هو اداها نضاره وضيع الغمقان والتشققات اللي على الشفه نفسها، رطبها. اوكي. وده ده بقى البوتوكس. ده البوتوكس. ده دي بصي دي وهي شال بتضحك، التجاعيد. يعني بصي وهي بتضحك الخطوط ظهر، بس دي لو سابتها مع الوقت هتبتدي تبقى كده جلدها، يعني يعني يبقى جلدها كده هي من غير ما ممكن تضحك، تكون سنها صغير، يعني هي سنها مش صغير. دي مش دي حاجه و30، 31، 32. اوكي. لا صغير، وهنا برضو زي ما بقولك اللي هي اللي في بوتوكس القورة هنا، برضه. بوتوكس. دي اخر صورة معانا. طيب نرجع نكمل كلامنا بقى بالنسبة لحب الشباب. طب بيبقى نداريه فالمشكلة ازاي؟ المشكلة بقى انه هم الحبوب دي لما بتبتدي تظهر بيبتدوا يلعبوا فيها، وده يعني الحاجة اللي مش صح المفروض تحصل، بالظبط. لان الحبوب الدكتور بيقيم الحالة طبعا على حسب السيفيريتي بتاعت الحالة وبيديهم العلاج، تمام. بس الفكرة انه انت لما بتلعبي في الحباية نفسها بتسيبي اثر للحباية، الاثر ده هو اللي علاجه بيبقى اصعب كتير، لانه بيبقى بقى عمل بقع بنية، عمل حفر على الجلد طب نفسها. بنشيل الموضوع ده لو هي ازاي؟ بس مجرد بقع على الجلد بس سطحية، ممكن بالتقشير وكريمات التقشير او الجلسات في العيادة بيضيع البقع. لو هي عملت ندبات بنحتاج بقى تدخل اعمق شوية، بنعمل مثلا جلسات فراكشنال ليزر، بنعمل دارما بين، الحاجات دي علشان نحسن الكولاجين بتاع الجلد فيبتدي يتساوى كله بسطح طب الجلد. امتى اقول ان انا محتاجة بيلينج عادي او تقشير عادي بالأدوية، وامتى لا انا محتاجة ديرما بان او محتاجة ان انا كده؟ مبدئيا طبعا لازم الدكتور بيشوفها الاول علشان يقيم، بس لو كانت بقع بس مجرد لون غامق شويه او لون احمر على الجلد، دي مع الكريمات والتقشير بتروح لان بتبقى سطحيه، لكن الندبات نفسها بتبقى خلاص عميقه، الحبايه نفسها كانت كبيره فلما لعبنا فيها وراحت سابت ندبه مكانها، عملت سكارز كده، نلاقي ناس وشهم. التقشير بيعمل نضارة طبعا. انت عارفه ان احنا المفروض نعمل تقشير يعني علشان نجدد جلدنا، يعني حتى لو احنا ما عندناش سكين مشكله معقول؟ في جلدنا. يعني اي حد طبيعي المفروض انه يعمل تقشير؟ طب كل قد ايه؟ ممكن كل 6 شهور. حلو جدا. اوكي. ما نتخلص من الخلايا الجلد الميته اللي على جلدنا وبيدي نضاره وبيفتح. بس طبعا لازم ان احنا نعمل القصه دي مع عند دكتور، دكتور، لان بالظبط دلوقتي صح؟ بيطلع على الانترنت كتير سوليوشنز كده، ودي لو استخدمناها غلط بيحصل منها حروق، اوكي الناس ممكن تتحرق منه. تمام. طب الفراكشنال ليزر بقى ده بيبقى للحالات المتقدمه، هل ليه علاج، يعني علاج لحاجه تانية غير ان اثار الندوب والبقع ممكن والحاجات المسامات دي؟ الواسعه، الناس اللي بتبقى عندها مسامات واسعه، التصبغات شويه، الفكره ان هو بيدي نضاره شويه وبيجدد الكولاجين بتاع الجلد، فلو في اي مشكله ليها علاقه بالكولاجين هو طبعا بيحلها. تمام. طب الـ البوتوكس والليزر والفيلر والحاجات دي برضو نرجع لنفس السؤال، ليها سن؟ يعني انا ممكن يكون مراهق مثلا، حد عنده 16 سنة او حاجة،
ويعمل ليزر او يعمل بوتوكس او يعمل فيلر. الدكتور طبعا بيقيم الحاله لو هي محتاجه اه بيتعمل لها. وهي طبعا احنا اقل من 17 سنه مش بنلجا ان احنا نعمل فيلر، لان زي ما قلت لك هو الفيلر بيشتغل اكتر على يعني ايه علامات تقدم السن شويه. في تمام. ناس بتظهر عندها من العشرينات، في يعني ناس ممكن بتظهر واحده معاهم بدري. بالظبط، ممكن واحده بتخس كتير او عمليه بعد عمليات التجميل بالظبط، انا وشهم بتكلم عشان بيقع قوي، التخسيس. فهي بتحس يا حبيبتي انه شكلها اكبر من سنها. ايوه فهو طبعا بيديها حل، يعني انه بيرجعها تاني لشكلها. شبابه. اه بالظبط كده. وفي نفس الوقت احنا ما بنعملش اوفر لوك، يعني احنا ما بنعملش اوفر كوركشن، لا احنا بنصلح وبندي شكل طبيعي برضه. تمام. طب دلوقتي طالع موضة موضوع إزالة الشعر بالليزر، تمام. effective الموضوع ده فعال فعلا اه ده سحر ولا اصلا، دي موضة؟ ده حاجه كويسه جدا، وخصوصا للناس فعلا ان عندهم شعر عامل لهم ازعاج في جسمهم. يعني في بنات بيبقى عندهم حالات مرضيه معينه بيزيد الشعر في الوش وفي الجسم عموما، فده بيبقى حل سحري جدا ليهم يعني. انا عارفة ان تقريبا امراض الغدة اه بيبقى بالظبط. بيزيد اه مثلا الشعر او كده. والناس اللي عندهم تكيسات في الموبايل ساعات بيزيد معاهم برضو الشعر. طيب هل الليزر بيمنع الموضوع ده؟ يعني ما بيطلعش الشعر تاني؟ لا هو برضو مش بيرمننت هير ريموفل، هو هير اوكي. ريموفل بس بنعمل سيشنز الشعرايه نفسها سمكها بيقل وبتبقى اضعف من الاول وعددهم بيقل كتير عن الاول، تمام. بس بنبتدي نعمل طبعا سيشنز. بعد من 6 ل 8 جلسات الموضوع بيبقى بسيط جدا، يعني اللي متبقي بتبقى حاجات بسيطه جدا، بس حلو هو قوي. مفيش حاجه بتمنع ان الشعر تطلع خالص. طب حلو جدا ده يعني. بس بس هو سحر، حل سحر. حل وبرده اي سن؟ بعد البلوغ، لان طبعا فتره البلوغ دي والتغيرات الهرمونيه بتاثر على نمو الشعر في الجسم. يعني يفضل من سن قد ايه؟ من 17 سنه ممكن. طيب يعني بجد يا دكتور معلومات مفيدة جدا، وأنا انبسطت جدا مع ميرسي، حضرتك، تسلمي لي يا رب. وعايزين إن شاء الله لازم يبقى لينا لقاء تاني بإذن إن شاء الله الله بإذن بإذن الله الله قريب بإذن علشان الله نكمل، لأن أنا عندي أسئلة كتير قوي إن شاء لحضرتك. الله. وبجد حضرتك نورتينا وأنا تسلمي، انبسطت قوي ميرسي، مع وأنا حضرتك. أكتر والله. ميرسي ميرسي يا جدا، زوجي، شكرا ميرسي قوي. جدا في إن شاء نهاية الله. فقرتنا أنا بشكر دكتورة صفا، وإن شاء الله انتظرونا في الفقرة الجاية هيكون معانا حاجات كتير قوي تاني.